بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. كل سنة وحضراتكم طيبين بهذه الأيام المقدسة، وننتهز هذه الفرصة لنرفع تهنئة لأبينا صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني، أطال الله حياته، راجينا أن يذكرنا دائما في صلواته. كما نرفع تهنئة لأبائنا أعضاء المجمع المقدس، أبائنا المطارنة والأساقف الأجلاء وكل الإكليروس وكل الشعب، كل سنة وحضراتكم طيبين. اليوم الحلقة الثالثة من رحلة العائلة المقدسة إلى أرض مصر. الحلقة الأولى كان فيها محطة مهمة قوي، وهي أن بعد رفح والعريش والفرمة دخلوا إلى تل بسطة، وتل بسطة ديت على بعد 85 كيلو من القاهرة و15 كيلو من الزقازيق في الشرقية. وتل بسطة فيها معبد ضخم، والمعبد ده للإله بسط، وبسط جاي منها بس قطة، قط أسود هو إله هذا المعبد الضخم اللي أسسه كان الملك خوف. شوف الملك خوف لما يأسس معبد، وهذا المعبد كان فيه تماثيل وآلهة كثيرة وأوثان. ولما العائلة المقدسة دخلت زي ما تكلمنا في الحلقة الأولى إلى هذا المكان، تحطمت كل الأوثان ومنهم الإله ومنهم آلهة كثيرة، والقط الأسود دوت الإله بتاعهم والأعياد الكبيرة كانوا بيعملوها، وفي تمثال كبير لميرت آمون ابنة رمسيس الثاني، وأيضا هناك في بئر إلى اليوم، وكان أنبع السيد المسيح له المجد. وأيضا المكان دوت الحجارة مهدمة كلها، تفكرنا بأورشليم لما السيد المسيح قال يا أورشليم يا أورشليم لن يترك حجر على حجر ما فيهاش حجر. ودي كانت محطة مهمة، ما هو في محطات وفي نقاط مرور، لكن دي كانت محطة رفح العريش الفرمة تل بسطة، وكان نهر النيل بيوصل لتل بسطة في أحد فروعه واسمه الفرع البوبسطي نسبة إلى تل بسطة. بعد كده اتكلمنا في الحلقة الثانية عن بقية المسار العائلة المقدسة إلى سخا، ومرت بعد كده العائلة المقدسة من تل بسطة إلى مسترد، وبعدين راحت بالبيس، وبالبيس حتى اسمها بالبيس، والذي هو البيت الإله بس برضو اللي هو بسطة ونسبة ليها. وبالبيس تفكرنا بيوسف الصديق لما كان رئيس وزراء لأرض مصر، وأبونا يعقوب في تكوين 46 لما جم إلى هذا المكان وكانوا موجودين في أرض جاسان. ما هو أرض جاسان هي في بالبيس، عشان كده العائلة المقدسة لعلها كانت بتروح أماكن برضو كان فيها يهود. وقت العائلة المقدسة ما جت أرض مصر كان فيه يهود كتير، فقد يكون هنلاقي في بعض المحطات ونقاط المرور كان في أماكن فيها يهود عشان بيتكلموا نفس اللغة ونفس العادات ونفس التقاليد. بعد كده العائلة المقدسة اتجهت شمالا وراحت إلى دقدوس، ومن دقدوس العائلة المقدسة راحت إلى سمنود. سمنود كان فيها برضو ده المكان اللي بيصنعوا فيه الآلهة بتاعتهم الأوثان المصريين القدماء، فأيضا تهدمت الآلهة هناك. وزي ما هنشوف على مسار العائلة المقدسة أماكن كثيرة ومعابد كبيرة، مش بس تل بسطة تهدمت الأوثان. فهم بعد سمنود راحوا إلى سخا، وهناك دي بيخا إيسوس أي كعب يسوع، والعائلة المقدسة راحت في أرض مصر في 8 مغارات و13 بير و18 شجر. ما هو أرض مصر ذكرت في الكتاب المقدس 584 مرة، 560 مرة في العهد القديم و34 مرة في العهد الجديد. وزي ما قلنا العائلة المقدسة قعدت في أرض مصر 3 سنين و6 أشهر و10 أيام، ده في الذهاب والمكوس فيها، وخمس أشهر في الرجوع، فممكن نقول أيضا ثلاث سنين وحداشر شهر كده صح وكده صح. بعد سخا نلاقي العائلة المقدسة بقى
خدت اتجاه تاني للجنوب، ونلاقي انهم ذهبوا الى وادي النطرون، وعبرت العائله المقدسه من سخا في كفر الشيخ الفرع الغربي لنهر النيل اللي هو فرع رشيد، واتجهت جنوبا الى وادي النطرون. وادي النطرون دوت الحقيقه تبارك بالسيد المسيح له المجد، وقال عنه ان هذا الوادي سيكون به اديره وكنائس يعمرها الرهبان، وتاتي الناس من كل فج عميق لتتبارك منه، حيث لا ادعى الوحوش تسكنه، بل يكون مباركا ومحلا لقدسي الى ظهر الدهور، وهيسمى برية شهيد اي ميزان القلوب. وقال يجتمع فيه شعب يرضي الله وهيسبح الله كما تسبح الملائكة في السماء في الليل وفي النهار وإلى الانقضاء، ومبارك يكون إلى الأبد. أي أن السيد المسيح نفسه تكلم وهو على إيد العذراء وعن هذه النبوءة عن وادي النطرون. وادي النطرون تبارك طبعا بعد كده بالأديورة. ما هو إحنا يا إما حاجتين في أرض مصر، يا آلهة وأوثان تهدمت ودي كانت رمز للشيطان، أو أماكن كان فيها بركة وهنلاقي فيها أديرة وآباء رهبان أو أمهات راهبات أو كنائس أو أماكن كلها لخدمة الرب يسوع. فنلاقي إن هو في وادي النطرون وهم داخلين كان السيد المسيح أنبع ماء. الحتة دي اسمها نبع الحمرة، ونبع الحمرة ديت موجودة في وادي النطرون، والمية بتاعتها النبع ده ماء عذب. لكن العجيب إن النبع ده يقع في وسط منطقة مشبعة بملح النطرون. يقال إن المصريين القدماء كانوا بيحنطوا المومياوات بتاعتهم من ملح وادي النطرون، لأن ملوحة المية هناك اللي هي في المنطقة اللي فيها المية بعد نبع الماء ما أنبأ، المنطقة كلها فيها مية ملوحتها 8 مرات قد ملوحة ماء البحر، وتعتبر تاني نسبة ملوحة في العالم بعد البحر الميت. ما هو اسمه البحر الميت عشان ما فيش كائنات حية أكتر ملوحة في العالم. تاني مكان هو هذا المكان اللي هو اسمه نبع الحمرة. الماء العذب إلى اليوم في وسط المية كلها يطلع هذا الماء العذب، سميت حمرة لأن في كائنات حية دقيقة بيبقى لونها أحمر في وقت من أوقات السنة، فعشان كده سميت بنبع الحمرة. وإلى اليوم هذا النبع موجود بالقرب من دير البراموس. لكن الأهم حاجة إن في هذا المكان اللي السيد المسيح تحدث عنه إن هيكون في تسبيح دائم ليل ونهار ويسبحوا مثل الملائكة، نلاقي الأديرة العامرة بالآباء الرهبان إلى اليوم وإلى آخر الزمان كما تنبأ السيد المسيح له المجد. ونلاقي القديس العظيم أبو مهار راح هناك سنة 360 ميلادية وأرشده السرافيم، أرشدوه للمكان اللي فيه دير أبو مقار دلوقتي. وأيضا نلاقي هذا المكان بعد كده عمر بأديرة كثيرة، وصل عددها في وقت من الأوقات إلى 50 دير، لكن اندثرت. ويمكن قريب اكتشفوا دير للأنبا يحنس القصير، لكن الأديرة العامرة دلوقتي ببركة صلوات الآباء هناك دير أبو مقار ودير البراموس ودير الأنبا بالشوي ودير السريان العامر. فإذا المنطقة تباركت بالعائلة المقدسة وكانت إحدى المحطات. بعد كده العائلة المقدسة اتجهت إلى المطرية وعين شمس، والمطرية سماها اليونانيين هليوبوليس. اسم هليوبوليس ده جاي على اسم منطقة عين شمس لأنها كانت بتعبد الإله أون، وأون هو الشمس. ويقول لنا كمان في سفر التكوين الإصحاح 46 العدد 20 إن تزوج يوسف الصديق من أسينات بنت فوطي فارع كاهن
اون. ويقول لنا ايضا في اعمال الرسل الاصحاح السابع عدد 22: وفيها تربى موسى النبي فتهذب بكل حكمه المصريين. كانت عين شمس والمطريه مشهورين بالجامعات بتاعتها والالهه برضو بتاعتها والاوثان بتاعتها، وكانت عريقه. ويقال ان الفيلسوف افلاطون سنه 427 الى 347 ميلاديه اللي كان موجود في هذا الوقت، نلاقي ان هو كان قضى فتره من شبابه هناك. ونلاقي ان عين شمس ديت مكان كان للعلم وكان مكان للطب، زي تل بسطة برضو كانت مشهوره بانها مدينه للعلم ومدينه للطب، كذلك عين شمس. والمطريه نلاقي فيها حاجه مهمه، شجره مريم. ما هو زي ما قلنا ان في 8 مبارات و13 بير و18 شجره في ارض مصر. دي احدى الاشجار اللي فيها، ودقدوس فيها شجر، وبلبيس فيها شجر. وطول الرحله واحنا بنتكلم عنها هنلاقي اشجار ونلاقي مغارات ونلاقي ابيار كلها الى اليوم موجوده. شجره مريم دي استظلت بها العائله المقدسه في المطريه، وهناك انبع السيد المسيح ماء. ما قلنا في ابار انبع ماء، هذا الماء شربت منه وبركته العائله المقدسه، والعذراء غسلت ملابس السيد المسيح من هذا الماء وسكبت الماء على الارض، فنبت في هذا المكان نبات عطري ذو رائحه جميله اللي هو المعروف باسم البلسم او البلسان. ودي قال عنها وتكلم مؤرخون كثيرون عن نبات البلسان والبلسم ذو الرائحه العطريه زي المقريزي اللي كان سنة 1364 ميلادية ل 1422 ميلادية تحدث عن البلسان وعن الشجرة مريم اللي موجودة هناك. يقال ان الحكام بعد كده اللي في حكام مصر كانوا بيحوطوها بالجنود عشان ما حدش ياخد منها، ولما يجي يزورهم ملك من الملوك او سلطان من السلاطين عايزين يدوله هدية ما فيش زيها في اي حتة، فكانوا يدولوا من هذا العطر اللي هو البلسان. ويروى سكان برضو احدى الحارات هناك ان طعام العائلة المقدسة رفضوا ان هم يدوهم خبز، فإلى اليوم لا يختمر الخبز هناك في هذه المنطقة اللي موجودة في المطرية. والمطرية ايضا بنيت كنيسة هناك باسم السيدة العذراء بالمطرية. لكن برضو أود في رحلة العائلة المقدسة نربطها بحاجات حديثة موجودة دلوقتي. تذكروا حضراتكم أن من حوالي سنتين اكتشفوا في المطرية بعثة ألمانية رأس لتمثال كبير من المصريين القدماء مدفون في الأرض، وطلعوه بونش كبير، وكل وسائل الإعلام والتلفزيونات نقلت هذا الحدث إن في رأس موجودة قد تكون لأحد الأوثان والآلهة عند المصريين القدماء أو أحد الملوك للمصريين القدماء، وهذه الرأس طلعوها وخدوها وودوها المتحف المصري. هذه الرأس ساعتها تحدثنا وقلنا لعله تكون أحد الأوثان التي تهدمت بدخول العائلة المقدسة إلى المطرية. ما هو في كل مكان، وهنشوف بقية الرحلة حتى في الصعيد تهدمت في وجه العائلة المقدسة كل الأوثان. ده كان من سنتين، لكن من كام شهر بس طلع تقرير من الآثار أن بدراسة تاريخ سقوط هذه الرأس بيشوفوا الكسر ويشوفوا التاريخ بتاعه، يقدروا يعرفوا بالفحص الفني والعلمي ان تاريخ القطعه دي كانت من امتى. فالتقرير اللي طلع قال انها منذ اكثر من 1500 سنه. اكثر من 1500 سنه، يعني قد تكون 2000 وقت السيد المسيح له المجد. وهذه الراس طلعها حتى لوحدها.
يبقى دي حتى نظرة حديثة وشهادة حديثة عن مرور العائلة المقدسة وإزاي بتسقط الأوثان أمامهم. بعد عين شمس والمطرية اتجهوا إلى منطقة الزيتون، والزيتون صارت العائلة المقدسة في شارع تومان باي، ونلاقي في تومان باي في كنيسة العذراء الزيتون، واللي تجلت في قبابها العذراء، أدي نظرة حديثة أيضا سنة 68 1968 ميلادية في عصر البابا كيرلس السادس، وقعدت 3 سنين تظهر، وبشهادة رسمية لما قداسة البابا كيرلس أرسل آباء 3 أساقفة أجلاء وشافوا بنفسهم وسجلوا وكتبوا، وكتبت أيضا في السنكسار في هذا المكان اللي ظهرت فيه العذراء في الزيتون. قد تكون لعله العائلة المقدسة مرت في هذا المكان. ما هو العائلة المقدسة بتبارك المكان، وبعد كده في بركات بتيجي في الأماكن اللي بتزورها زي ما هنشوف بعد كده. فأحدى هذه البركات في هذا المكان اللي عدت عليه العائلة المقدسة إن كنيسة العذراء الزيتون تبنى في هذا المكان. ما حضراتكم عارفين قصة العذراء الزيتون وإنها بنيت في القرن العشرين، وإزاي إن راجل غني وطلب من واحد إيطالي يعملوا تصميم كنيسة على مثال آيا صوفيا اللي في اسطنبول، ولهذا نلاحظ شكل كنيسة العذراء الأثرية اللي في الزيتون مختلف عن بقية الكنائس. لكن يظل إن هذا المكان والزيتون تباركت بالعائلة المقدسة وزيارها زيارتها في هذا المكان. بعد كده اتجهوا إلى مصر القديمة، وهنشوف بقى أماكن كتيرة في مصر القديمة هنستعرضها سريعا تباركت بالعائلة المقدسة، ونلاقي إنها راحت عند كنيسة العذراء الشهيرة بالمعلقة، وسميت بالمعلقة لأنها بنيت على سقف برجين كبيرين من أبراج حصن بابليون الروماني، والكنيسة المعلقة من أقدم الكنائس الأثرية، وكانت مقر للآباء البطاركة لفترة في الزمن منذ القرن الحادي عشر. بعد كده جنب المعلقة نلاقي بقى ال7 كنائس اللي هناك والمتحف القبطي، فنلاقي كنيسة القديسين سرجيوس وواخس اللي هي أبي سرجة، وأبي سرجة دي كانت بقى محطة في نقط مرور، لكن دي محطة ومكثوا فيها فترة، وفيها مغارة إحدى المغارات الـ8 اللي قلنا عليها في أرض مصر. هذه المغارة الآن ونظرة حديثة فيها، فيها مذبح، والمذبح ده بيصلوا فيه قداس، وخاصة التذكار الشهري لأمنا العذراء في 21 من كل شهر قبطي. والكنيسة أبو سرجة اللي هناك اتبنت في أواخر القرن الرابع الميلادي وأوائل القرن الخامس الميلادي، كنيسة أثرية وهامة مكثت فيها العائلة المقدسة. بعد كده نلاقي في مع الكنائس كنيسة القديسة بربارة، والقديسة بربارة دي توأم لكنيسة أبي سرجة واللي بناها أحد وزراء الأقباط وهو يوحنا الأباح في عصر الدولة الفاطمية، وليها قصة جميلة نبقى نقولها في وقت تاني. نلاقي في هذا المكان تبارك أيضا في دير، زي ما قلنا دير ديرة وادي النطرون، وزي ما قلنا برضو إن العائلة المقدسة ما بين سمنود وما بين سخا المجمع المقدس سنة 2000، أدي حاجة حديثة، أقر بدير قديسة دميانة للراهبات، والراهبات دول على مثال أمنا العذراء عذراوات بيكرسوا حياتهم لربنا وبيسبحوا ربنا. نلاقي دير مرجلجس للراهبات في هذا المكان، وهو الدير عامر وموجود فيه أمهات راهبات فضليات، في مزار أثري يمتاز بعمارته، فيها باب أثري يعتبر إحدى البوابات الخشبية، باب كبير خالص نادرة في العالم، وفيها سلسلة ماري جرجس الروماني اللي كان وقت تعذيب
ماري جرجس، والناس بتروح هناك تزور هذا المزار وتاخد بركة سلسلة ماري جرجس. أيضا هذا المكان في كنيسة ماري جرجس مصر القديمة بقصر الشمع، دي كنيسة، دي كادير، دي كنيسة، دي بنيت عام 684 ميلادية، وبجوارها المدفن الخاص بالمعلم إبراهيم الجوهري وشقيقه جرجس الجوهري. فيها أيضا كنيسة العذراء الشهيرة باسم قصرية الريحان، سميت بهذا الاسم لأن نمو الريحان فيها بكثرة. فيها حصن بابليون والمتحف القبطي وكنيسة ماري جرجس للروم الأرثوذكس، وفيها المعبد اليهودي. احنا قلنا لعله بيروحوا بعض الأماكن اللي فيها اليهود، نفس اللغة ونفس العادات والتقاليد. فيها أيضا ثلاث كنايس موجودين في مصر القديمة، كنيسة مرقوريوس أبو سيفين، وديت فيها مغارة الأنبا برسوم العريان اللي قعد فيها مدة 25 عاما. فيها كنيسة الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، اتبنت في أواخر القرن الخامس الميلادي، كلها كنايس أثرية والتاريخ يشهد عليها. فيها كنيسة العذراء المعروفة بالدمشرية، الثلاثة دول جنب بعض، والدمشرية دي نسبة إلى أحد أعيان الأقباط من بلدة دمشير، فعشان كده سميت بالدمشرية. وفيها أيضا شهادة أخرى وهو دير أبو سيفين للراهبات، ودير أبو سيفين قلنا مثال أمنا العذراء إنها كانت عذراء وإن هم مكرسين حياتهم لله، فدير عامر بالراهبات، واللي بيزور الدير يقولوا له المنطقة دي والمكان ده العائلة المقدسة زارته وعدة مرات وعدوا من هنا وأخذ بركة. ويقال في قصة أيضا هناك إن في أيقونة لرحلة العائلة المقدسة، ودي نظرة حديثة اهي، إن البابا كيرلس السادس لما جه يدشنها لقى زيت الميرون اللي معاه فار، وهي طلع منها زيت، فقالوا ده المكان ده قدسه السيد المسيح. زي تفكرنا دير المحرق إلى اليوم، إن دير المحرق السيد المسيح قدسه، وأي مكان يتبني في دير المحرق كنيسة هو يدشن بالمكان إن ده السيد المسيح زار. في أيضا كنيسة العذراء بابليون الدرج، وفيها رفات القديس سمعان الشيخ، ومنطقة بابليون الدرج اللي يزورها يقولوا إن العائلة المقدسة مرت هناك. فيها أيضا رفات القديس سمعان الخراز، نظرة حديثة اكتشف حديثا وقت البابا شنودة الثالث مثلث الرحمات، اكتشفوا مخطوطة وبتقول إن جسده موجود في هذا المكان، جسد قديس سمعان الخراز اللي وقته اتنقل جبل المقطم. فيها قلاية للبابا كيرلس أقام فيها لما كان القومس مينا متوحد حوالي 4 سنوات بعد نزوله من الطاحونة. فيها كنيسة أباكير ويوحنا، ودي من القرن السابع الميلادي، وفيها أيضا كنيسة الأمير تدرس المشرقي. يبقى فيها المنطقة دي كمان ثلاث كنايس جنب بعض عند بابليون الدرج. في أيضا منطقة دير الأمير تدرس للراهبات، أيضا مثال على أمنا العذراء وعامر بالراهبات، وتعرف المنطقة باسم دير الأمير تدرس، واللي معاها جنبها كنيسة العذراء المغيثة بحارة الروم اللي فيها بئر شربت منه العذراء ومريم والعائلة المقدسة، وموجود إلى اليوم، وفي كف للشهيدة مارينا اللي كان عيدها قريب. في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل اللي تعرف بدير الملاك القبلي، وبها هيكل به رسم كبير لرئيس الملائكة ميخائيل. في كنيسة مريمينا الزهراء اللي بناها البابا كيرلس سنة 1948 بعد نزوله من الطاحونة، مصر القديمة برضو، ناحية حارة زويلة. وحارة زويلة دي برضو كان فيها يهود، حتى أن بعض الشبابيك إلى اليوم يقال اللي في المنازل عليها نجمة داوود من وقت اليهود اللي كانوا موجودين، فراحت إلى حارة زويلة تباركت حارة زويلة. لا، كنيسة العذراء حلة الحديد اللي موجودة بنيت في القرن الرابع الميلادي، ولا دير العذراء للراهبات بحارة زويلة، ويشتهر الدير بوجود أيقونة العجائب ويرجع تاريخها إلى القرن الثالث عشر. وفيها أيضا دير ماري جرجس للراهبات بحارة زويلة، دير عامر بالراهبات يرجع تاريخه ما قبل القرن الثالث عشر. يبقى نلاقي كل الأماكن دي تباركت بالعائلة المقدسة، حتى أنها امتدت لكنيسة مارينينا في أم الخليج واللي فيها
أيضا كنيسة مرجرجس بفم الخليج وفيها جسد القديس بشنونة، وأيضا نلاقي في وسط المدينة عند الكنيسة المرقسية بالأزبكية مقرات لأديرة الرهبان زي مقر دير العذراء البراموس اللي فيها مشهورة بالعزبوية، وفيها كنيسة أثرية نادرة للعذراء مريم لا يوجد لها مثيل في أرض مصر، وسميت بالعزبوية لأن دي كانت عزبة في هذا المكان، كانت أرض زراعية وحصل فيها معجزة حقل البطيخ أثناء مرور العائلة المقدسة. ودي اللي هختم بيها، إن العائلة المقدسة كانت داخلة إلى هذا المكان ولقوا واحد بيزرع بذور بطيخ، البطيخ بياخد 3 شهور على ما يطلع، فقالوا له الرب يبارك عملك أيها الرجل المبارك. تاني يوم لقى البذر اللي زرعه بقى بطيخ. في الوقت ده كان الجنود واللي كان أرسلهم هيرودس كانوا بيتبعوا العائلة المقدسة عشان يهلكوهم في كل المسار اللي حكينا عليه. عند المكان ده لما وصلوا مسكوا الراجل ده وقالوا له قول لنا، كان في شيخ ومعاه واحدة وشايلة طفل رضيع، وإذا أنكرت إحنا هنقتلك. فقال لهم أيوة جم، لما كان البطيخ ده بذرة فقالوا يا ده يبقى بقاله 3 شهور يبقى احنا فقدنا اثارهم. ومن النقطة دي رجعوا الجنود وبطلوا يبحثوا عن العائلة المقدسة. تباركت ارض مصر بزيارة العائلة المقدسة، وهنتوقف عند هذه النقطة من رحلة العائلة المقدسة اللي بدأت بشواهد كتابية من انجيل معلمنا متى البشير الاصحاح الثاني، لما الملاك ظهر ليوسف النجار قال له قم خذ الصبي وامه واهرب الى ارض مصر وكن هناك حتى اقول لك، وفضلوا وما زالت الرحله ممتده. نكملها في حلقه اخرى. اذكروني في صلواتكم، ولالهنا كل مجد دائم من الان والى الابد امين.